اما هلا سلمى، اولى فقراتنا رح تكون، ما انه عم نحكي عن معرض منتجين اثنين ونحن بدنا نحكي اليوم مع احد المشاريع المشاركه، هي RTS لخدمات الطباعه. اليوم ضيوفنا حيكونوا رافي سلاحيان وزوجته تالين سلاحيان. سعد صباحكم، كل عام صباح وانتم بخير الخير. واهلا وسهلا. صباح صباح الخير الخير، اهلا وصباح وسهلا الخير فيكم. لكل المتابعين على الأخبارية السورية. اهلا يسعد وسهلا صباحك، فيكم، اهلا صباحكم. وسهلا فيكم. خلينا نبلش مع حضرتك سيد رافي، نحكي اكثر عن مشروعكم وايمت بلشتوا فيه. نحن مشروعنا عمره سنة ونص، قدرنا نستفيد من المنحة المقدمة من سيادة الرئيس وأخذنا الأجهزة الخاصة للطباعة. هي مجالنا الطباعة على الكنزات والسيراميك والأحجار والكاسات، وفترة بعد فترة قدرنا نكمل ونزيد المنتجات حسب الطلب، والحمد لله أنه الفترة بسيطة كتير قدرنا نكسب ثقة المستهلك اللي من عندنا بيتابعوا أعمالنا. نعم، يعني تالين عم نشوف انه في هيك لمسات حلوة وتقنيات كتير حلوة، خبرينا عن التقنيات اللي انتو عم تستخدموها. ومثل ما عم نشوف انه انتو منوعين ألبسة على اللوحات على الزجاج على الأقمشة، خبرونا كيف بتختاروا هيك انه التقنية على نفس المنتج، يعني الأقمشة او الإزاز او الخشب. ايه نحن عم نحاول انه كل صورة نعطي القيمة لها، منجسد اي شيء على الكنزة او على السيراميك او على الحجر، ويوم بيوم عم نحاول نزيد منتج جديد على مشروعنا مشان نقدر نوصل الفكرة الحلوة للمشروع الحالي. طيب خلينا نحكي اكثر كمان، اليوم نحن ضمن خان الشونه ومعرض منتجين اثنين، نحكي عن هاي الفرصه، قديش بتشوف مثل هاي المعارض وبالذات منتجين اثنين فرصه كبيره كانت لكل المشاريع الصغيره والمؤسسات اللي رجعت من اول وجديد، فتحت بتمويل بسيط وبدات تنتج. اكيد هذا كون نحن عملنا هي صايره ما في له مكان محدد، ما في محل العمل ضمن المنزل عم نشتغل فيها. والمجال الوحيد هي مواقع التواصل الاجتماعي. هي المعرض هي صارت فرصة انه نتوسع اكثر، انه يكون الزوار نحن يجوا يعرفوا نوع المنتج اللي عندنا، ومن جهة الثانية انه صار عندنا مجال انه نتعرف على المنتجين الاخرين. كون مجالنا نحن بالكنزات او السيراميك مجال موسع. هلا نحن تعرفنا على ورشات خياطة، على منتجين اقمشة، هي صارت فرصة انه يتعرف المنتجين مع بعض ضمن الخان. وهي الخان هي كانت يعني خراب مثل ما بتعرفوا، هي المعرض اعطتها حياة، اعطتها روح صحيح. للخان. نعم، تعالينا يعني جايبين لنا شوية من المنتجات اللي انتم عم تعرضوها بالسكشن عندكم، لكن ايضا خبريني هيك عن شفتك، نحن زرنا انا وسلمى الخان، أكيد. شفناكم كثير حدا مبسوط، حدا عم بيحاول يسوق شغله كنافذة بيع مباشر مثل الشعار المكتوب انه باسعار المنتجين، فخبرينا كمان عن هي التجربه وبلشوا عرضوا لنا شو جايبين معنا. خبرينا انت هيك شلون عم تشوفي التفاعل، هذا التماس مع الناس. هلا من اول يوم بالمعرض كان حلو انه كل واحد بس ما كان عم بيقرب من الـ RTS Printing Service شفنا انه كل واحد عم بيقرب وعم بيصور وعم بيقولنا انه كل شيء حلو، وعم نحاول صراحة يوم بيوم ندخل شيء جديد للمشروع. جايبين لنا منتجات. نعم بلشنا انه يلا نطلع خلينا على نشوف الكنزات. كنزات حلب، قلعة الصمود. حلب أكيد، قلعة الصمود، قلعة الصمود أكيد. الحلو المميز كمان بالخامات اللي عم تستخدموها، الحجر الرخام، السيراميك، سيراميك كثير حلو. ساعدوا بعض، نقدر نطبع على الكاسات. بلشنا آخر فترة ندخل القماش، أي شيء بنقدر حقائب نطبع خاصة على القماش، الأجهزة الخلياوية. كثير حلو. حلو، والحلاوة كلها هيك جاي من وحي البلد، يعني أكيد العلم السوري، عبارات هيك عن حلب.
يعني كتير شيء حلو سلمى. خلينا أكيد. نقول انه طبعا الكنزات حلب قلعة الصمود كنا المفروض انا وسلمى اليوم نطلع فيهم، بس للاسف لانه كتير برد ما قدرنا نطلع ما فيهم. قدرنا نلبسهم، بس اكيد رح سهلا نلبسهم. اكيد رح نلبسهم بتغطياتنا هلا مع طبعا خلال وجودنا بحلب. اكيد. قبل ما نختم معكم، حابين هيك كلمة بتحبوا تتوجهوا فيها اليوم؟ نحن عم نشوف عدد كبير من المنتجين بحلب ومشاريع كتير صغيرة، قديش مهم الإنسان يبدأ ويشتغل على مشروع مهما كان ما يوقف. أكيد أكيد. هلأ أي مشروع بتبلش بخطوة أولى، يعني خطوة الألف ميت بتبلش بالخطوة الأولى. نحن بدأناها من عام ونص، ومثل ما قالت زوجتي إنه من فترة لفترة عم نزود المنتج. هي بهالمناسبة أنا بتقدم بجزيل الشكر لكني ساهم لنقدر نبلش. نتقدم للشكر لسيادة الرئيس والسيدة الأولى على هالفرصة اللي أعطتنا إياها، ولكل الشباب لحتى يبدأوا هاي الفرصة العمل وبناء مدينة من أول جديد. نعم أكيد. تالينا كمان هيك، بما أنه في كتير من الأقسام تقريبا 107 سكشنات، أنت اليوم قيمي أنك مسوقة ومنتجة أيضا معهم، تفتلتي بالأقسام، شلون شفتي خان عشونة معرض منتجين اثنين؟ في شيء حسيتي أنه مشاريع مهمة هي كانت عبارة مثل ما قلت، ولا أنتم بلشتوا بتسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما كان عندكم غيره نافذة؟ اليوم كمان في ورشات بلشت يعني من الصفر وعم تحاول تسوق أيضا، فشفتوا هيك نماذج؟ احكي لنا شو أكثر شيء أثر فيك عجبك. مزبوط. من أول يوم دخلنا ودرنا معرض كان كتير حلو، شفت انه كل منتج عطى اللي عنده، ونحن صرنا الفرصة انه زرنا كل المنتجين وتعرفنا على بعض، وصار لنا فرصة انه نتعاون بالمستقبل مع حلو. بعض. واكيد كانت هذا المعرض اول خطوة، بس نحن اكيد بدنا نكفي، ونشكر القائمين على هالمعرض لانه كان معرض ممتاز بكل التفاصيل. شكرا. نعم اكيد، يعطيكم الف عافيه. وبدنا نعود هيك ونحكي انه اليوم اخر يوم بمعرض منتجين اثنين، معكم فرصه من الظهر حتى الساعه 10 او 11 بالليل تقريبا، فاللي لسه ما زار ولسه ما اغتنم الفرصه يجي ويكون موجود. شكرا كثير لكم. شكرا لكم. شكرا للاخباريه. شكرا لوجودكم معنا، ونتمنى فعلا هالمشاريع اللي عم تشارك بمنتجين بعدة مراحل أنه تصير فعلا مشاريع أكيد. رابحة لألكم ولبلدنا الحبيب سوريا. أكيد أكيد. شكرا لوجودكم معنا. شكراً.